إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. دقيقة فقهية. هل وصف الأمطار والرياح والعواصف في المناطق الساحلية بأنها نوة حرام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وصف هذه الأمطار والعواصف الرعدية بأنها نوة ليست حراما. لماذا؟ الحرام هو أن تعتقد أن هذه النوة هي التي تأتي بالأمطار أو بالعواصف، فنكون خالفنا المعتقد وهو أن الفاعل في الحقيقة هو الله عز وجل، وهذه العواصف أسباب. ولكن إذا قلت نوه على أساس أن هي السبب الذي نعرف به أن الأمطار أو العواصف ستأتي، فأنت لم تسند إلي الفعل، وإنما أنت تسند الفعل لله عز وجل، فلا حرج عليك أنك تصف الرياح أو العواصف بأنها نوة، لا حرج فيها شرعا، والله أعلم. دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، حسن سليمان.